صباح الخير جميعا. صباح النور دكتور. حياكم الله. طيب، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. بس بدي أتأكد إنه الصوت واضح عندكم جميعا. طبعا ممكن إنه أنتوا تأكدوا الشغلة هذه بإنه أنتوا على الشات كلكم تكتبوا بلس ون، بحيث إنه يعني أتأكد إنه الصوت واضح عندكم. دكتور معتز، انت عامل ميوت لو بتحكي. أوكي، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. بدي أتأكد يعني قبل ما أبدأ إنه الصوت عندكم واضح جميعا، فيا ريت تكتبوا عندكم على الشات كلكم بلس ون. تمام، ممتاز. طبعا أكيد تعاملت مع جوجل ميت قبل هيك. طبعا رجاء ابقى المايك مكتوم طوال الوقت. إذا أنت بدك تستفسر عن شغلة، ممكن إنه أنت تفتح المايك وتسأل مباشرة، يعني ما في مشكلة. بس يا ريت نحافظ على جزئية إنه أنت ما تقطعني في نص الحكي، يعني بتنتظرني إنه لما أخلص الجملة، وممكن إنه أنت ساعتها إنه أنت توقفني وتسأل عن الشغلة اللي بدك إياها. تمام؟ أوكي، طيب ال دكتور معتز، يعني كان مالك ده نعم
تفضل. في عندنا تعارض في الوقت بين محاضرة فحص البرمجيات مع الدكتور أحمد القزاز وبين وقت محاضرتك، يعني الآن شغالة محاضرة للدكتور أحمد القزاز. طيب ما في مشكلة، احنا يعني ممكن نحن نتفق على موعد محاضرة، بس يعني خلي انه الجميع انه هو يحضر، هيو عمله بدخل شباب اكثر واكثر، فممكن بعد ما احنا نعدي شوية ممكن انه احنا نتفق على موعد محاضرة بيناسب الجميع ان شاء الله، ما في مشكلة. تمام إن شاء الله، يعطيك العافية. اوكي طيب، شايفين الشاشة عندي، إن شاء الله بدنا ناخد يعني لمحة عامة عن المساق، بحيث إنه أنت تعرف إيش المطلوب منك وإيش هي مفردات المساق في البداية. طبعا المساق هو العمل الحر والتربح من الإنترنت. طبعا المساق كل مفرداته ومحتوياته موجودة أنت عندك على المودل، والمودل هي المنصة الرئيسية اللي راح نستخدمها عنا في هذا المساق. في عنا مجموعات واتس ممكن نحن نستخدمها للتعميمات والإعلانات بشكل سريع جدا، إنه هي بتصلك على جوالك مباشرة. الآن بخصوص خطة المساق، طبعا راح يكون في معايا في التدريس أستاذ أمير التلباني وأستاذ نرمين عابد. أستاذ أمير التلباني عند الطلاب وأستاذ نرمين عابد عند الطالبات، بالإضافة ل يعني أنا المدرس الرئيسي. والمساق فعليا ممكن إن احنا نقسمه لجزئين حسب ما هو يعني واضح من العنوان، اللي هو العمل الحر والتربح من الإنترنت. طبعا التربح من الإنترنت من خلال تطبيقات الموبايل، احنا هنبدأ فعليا في العمل الحر تمام في الجزء الأول من المساق، والجزء الثاني اللي هو التربح من الإنترنت طبعا من خلال تطبيقات الموبايل، لأنه هذه المادة مادة أساسية عندكم في تخصص الحوسبة المتنقلة وبرمجة تطبيقات الأجهزة الذكية. فبدنا نشوف كيف ممكن انه احنا نعمل اب مونيتايزيشن وايش هي المونيتايزيشن استراتيجي وكل هاي الامور يعني. فخلينا نبدا في المواضيع. المواضيع المتعلقه بالعمل الحر رح ناخذ مفاهيم اساسيه عشان تعرف انت شو هو مفهوم العمل الحر. طبعا رح نبدا بشكل عملي ببناء البروفايلات وعرض الاعمال الاكاديميه والمهنيه اللي موجوده عندك. هذه الشغلة يعني أساسية وبتدخل في التقييم، زي ما هنشوف الآن عندنا في التعيينات، إنه هذه إنه بتدخل في التقييم، إنه أنت تبني بروفايلات. أنا عارف إنه في جزء كبير منكم اوريدي هو فريلانسر وبيشتغل مع شركات، وفي جزء إنه لسه ما خاضش هاي التجربة، لكن أكيد بطبيعة الحال هو عمل تطبيقات ومشاريع لمساقات تانية في خلال دراسته، فهي يفترض انه هي يعملها بولش اكتر ان صح التعبير، يلمعها اكتر، او اذا اشتغل مثلا مشروع لمادة معينة يحطه على الجيت هاب، يحط المودلز اللي هو عملها او التصميمات اللي عملها في مساقات المالتي ميديا على المنصات محفظة الاعمال. وبالإضافة أنه أنت تبني بروفايلات على منصات العمل الحر، في عنا لستة بدنا نمشي عليها الآن إن شاء الله، وبعدها رح نحكي على أدوات العمل الحر. طبعا الأدوات هذه رح تساعدك أنه أنت تشتغل مع فريق بشكل وكأنه أنتم جالسين مع بعض، كذلك أنه أنت تشتغل مع الزبون، كذلك أدوات تتبع الوقت، كل هاي الأمور. وبعدها حنبدأ ندخل في موضوع إدارة واختيار الزبائن وتجنب الاحتيال، لأنه مش كل الشغل الموجود على منصات العمل الحر بيكون شغل حقيقي، فبالتالي بدنا نشوف كيف ممكن نختار الزبائن، وكيف أنه أنا لو بدي أشتغل مع أكثر من زبون كيف ممكن أنه أديرهم. يعني عمليا ممكن أنه أنا يكون في عندي اثنين أو ثلاث زبائن، وأنه أنا أعملهم إدارة من ناحية الوقت. اوكي
الصوت شغال، ولكن ممكن إنه أنت يكون في عندك في الإنترنت في ضعف شوية هيك، فبتلاقي إنه الصوت بيقطع عندك. عشان هيك المحاضرة هاي مسجلة، وممكن إنه أنت تحضرها فيما بعد براحتك، يعني بالوضوح، يعني بدرجة وضوح عالية ونقية كمان. تمام، حيتم رفعها على اليوتيوب. أوكي طيب، الآن بدنا نشوف كذلك استراتيجيات اختيار المشاريع. هذا المشروع هعرف أشتغله مش هعرف أشتغله، كيف إنه ممكن أختار المشاريع. بعد ما نختار المشروع بدنا نشوف مهارات كتابة مقترحات مشاريع على منصات العمل الحر، وكيف إحنا نعمل عروض أو بيدنج للكلاينتس. هذه الشغلة كتير مهمة، مهارة كتير مهمة وفيها شغل عملي. يعني هنطلب منكم انه احنا حنديكم مشروع للكل، وانه تكتب بروبوزل له، حيتم تقييم هذا البروبوزل. كذلك في يعني حنترك لك الحريه ان انت تختار مشاريع هذه لازم تكون مشاريع جيده، وانه انت تكتب لها بروبوزل حسب اختيارك. حنحكي في جزئيه الجميع محتاج فيها جايد لاينز او ارشاد في هذا الموضوع، اللي هو موضوع التسعير. كيف اقيم الشغل، هذا الشغل قديش بياخد فلوس وقديش بياخد وقت. تمام، فهنا في موضوع انا ممكن اضيفه اللي هو تقدير الوقت زائد التسعير، هذه حاعملها تحرير. تمام، وهنا بدنا نشوف كيف احنا نقسم المشروع لاجزاء. هذه مهارة كتير مهمة، انه انت تعمل بريك داون للبروجكت عندك لمايلستونز، وتشو تحكي مع الزبون انت عندك. خلي بالك انه احنا يعني المرحلة الاولى من المشروع حسلمك شغلات ملموسة، واحد اثنين ثلاثة. تمام، وهدول بيكون حسابهم زي هيك. تمام، بعد ما انه ناخد مهارات بهاي الشغلات كلها، حنشوف كيف انه يعني ندير يعني مهارات الادارة المالية وطرق تحصيل الاموال. في عنا عدة طرق طبعا، وتلميحات راح نعطيكم اياها، في نصائح عامه برضو كذلك انه احنا نديكم اياها. فهذه المواضيع كلها يعني مرتبطه بالعمل الحر. ممكن ننتقل لموضوع ثاني شويه مختلف عنه نوعا ما، اللي هو العمل عن بعد. في هذه الحاله انه انت بتشتغلش يعني كعمل حر، انت بتشتغل في شركه عن بعد، يعني بيكون انت في عندك دوام. برضو حنحكي عن الموضوع هذا. طبعا طريقة العمل هذه بتتطلب منك الجلوس لساعات طويلة على الحاسوب. حنحكي انه انت كيف ممكن تحافظ على صحتك، هذا موضوع مهم جدا جدا، لانه الامر مش انه انت حتجلس وحتشتغل يوم او يومين. انت يعني هذه مهنتك، فبالتالي انت حتضلك طول حياتك تشتغل بهاي الطريقة، فلازم تحافظ على صحتك. في عنا مواضيع متقدمة، هذه كلها تابعة للمواضيع المتقدمة. هاي كلها تابعة للمواضيع المتقدمة، اللي هي إيجاد زبائن بمستوى معين. لأنه أنت خلاص بعد ما تشتغل وتكون زبائن، لأ بدك تنتقل لزبائن من مستوى معين، إنه تكون فيها المشاريع لونج تيرم أريح لك، لأنه أنت تاخذ مشاريع سريعة أو قصيرة في يعني، وانه انت تعمل عليها بيت، وانه بياخذ منك هذا وقت ومجهود كبير. لكن المشاريع الطويله انت بترتاح فيها وخلص، بتصير بتركز على تاسك وحدك. كيف انه انت تميز شغلك عن الاخرين، كيف انه انت تعمل لنفسك يعني براند ان صح التعبير وسمعه. والله مين اشطر واحد في برمجه التطبيقات، والله فلان وفلان. تمام، وكذلك التنظيم والتشبيك، هذه شغله كتير مهمه، لانه حيصير الشغل يجي لغاية عندك. هذه هي الفكرة، مش انه انت تصير تعمل بيد وتدور على شغل، الشغل رح يجي لغاية عندك. عشان هيك لازم يكون في عندك محتوى رقمي تظهر فيه كل هاي الامور. طبعا الموضوع الثاني او الشق الثاني، اللي هو التربح من التطبيقات والمونيتيزيشن. حناخد استراتيجيات تحقيق الدخل بالاضافة لخطط الاسعار اللي انت ممكن ان انت تعملها. لو كان في عندك تطبيق معين انت ممكن تحطه على المتجر، وكيف انه انت ممكن تربح منه. طبعا هاي الشغلة كتير مهمة، لانه بدك تعرف
يعني طبيعة الناس لايش بتميل، دائما بتميل للبرامج المجانية، ما عندهاش استعداد انه هي تدفع في تطبيق معين الا اذا فعلا شافت في قيمة حقيقية لهذا التطبيق. فحتلاقي انه في عندنا نموذج مشهور او يعني شائع اللي هو الفريميوم، انت بتكون عندك بشكل اساسي. لو سمحت يا استاذ وقف عرض الشاشة، تمام، خلي الشاشة تبعتي واقفة. بيكس باي فون، وقف عرض الشاشة لو سمحت. تمام، واضحة الشاشة يا شباب؟ أستاذ أمير واضحة الشاشة؟ تمام، كل شيء تمام، الصوت واضح، الشاشة واضحة. تمام. رجاء من جميع الشباب اللي بيدخل وبتلاعب وبياخد الكنترول وبيشارك للشاشة، يعني يسحب المساق من الآن أحسن له، لأنه يعني ما فيش مجال للتلاعب في هذا الإطار، يعني رجاء. تمام؟ أوكي، فكنا نحكي في موضوع، يعني هذا الكلام أنت حتلاقيه عندك هنا في موضوع التربح من الإنترنت، يعني مكتوب هنا آلية تطوير تطبيقات الهواتف الذكية، كيف أنه أنت تحدد الجمهور المستهدف عندك، كذلك كيف توجد استراتيجية تسويق، كيف أنه أنت تشوف كيف ممكن تكسب من التطبيقات تبعتك إلى آخره من هاي الشغلات، يعني حندرسها بالتفصيل في الجزء الثاني من المساق. طبعا بخصوص التعيينات وتوزيعها، هذا الكلام أنت لازم تعرف، التعيينات هذه كلها تم وضعها عندك على الموديل، تمام، وتواريخ يعني تسليمها برضو كذلك انه هو تحدد، يعني ممكن يكون في مرونة شوية، ولكن انه يعني عشان تعمل حسابك انه انت خلاص يعني هذه موزعة خلال ال4 شهور او مدة الفصل الدراسي. طبعا انت مطلوب منك انه انت تعمل بروفايلات، والبروفايلات لازم تعملها على المنصات هذه المعتمدة، اللي يعني لازم انت تعملها في هاي المنصات كلها. يعني في منكم اوريدي عنده حساب، بس انه هو يعتني فيه اكتر، يضيف معلومات له اكتر، تمام، وفي منكم ما عندوش اصلا حسابات على المنصات هذه، فممكن انه هو يحاول انه هو يحسن وضعه في هذا الاطار. طبعا بعد تاريخ معين يفترض انه الفايلات تبعتك كلها في هذه المنصات وحيتم تقييمها، طبعا هذا كلام عليه 15 علامة. بعد هيك في راح ندخل في التعيين الثاني متعلق بكتابة مقترحات المشاريع، فحنحدد لك احنا مشروع، تمام، ويفترض ان انت تكتب له بروبوزل، وهنا انا بحذركم يعني انه كل واحد يكتب بروبوزل بنفسه، يعني اي بروبوزلز متشابهة الاثنين بيخسروا العلامة، فحاول ان انت تكتب بنفسك، والفيدباك اللي هتاخده مني او من استاذ امير يعني حاول ان انت تستفيد منه بحيث تكتب بروبوزل بشكل افضل. ممكن يكون في عندك يعني استاذ امير يديكم تمارين على هذه الشغلة اكتر واكتر، وراح ناخد اكزامبلز عدة مشاريع انه احنا يعني راح نكتب بروبوزل لإلها مع بعض عشان تشوف انه ايش التركيز على النقاط، ايش النقاط اللي بنركز عليها في كتابة البروبوزل. بعد هيك هيكون الواجب هذا يعني برضو حينطرح كمان مرة، بس هنا في هذه الحالة انه مطلوب منك انه انت تختار 4 مشاريع من منصات العمل الحر المعتمدة، ومطلوب منك انه انت تسلمنا رابط المشروع بالاضافة لوصفه، تمام، بالاضافة للمقترح اللي انت راح تكتبه، تمام، وهذا راح يتم تقييمه، وهذا الكلام كله فيه عليه 15 علامة. بعدها راح يكون في عنا واجب على تقسيم المشاريع على شكل مايلستون، راح يكون في عنا
مجموعة من المشاريع، تمام، وإنه أنت تروح تقسمها على شكل مايلستونز وراح تتقيم على هذا الأساس. برضو كذلك هنا الواجب اللي بعده إنه في عنا بعض المشاريع، لستة من المشاريع راح نديك بدك تعملها تسعير وتقدير للوقت تبعها، تمام، وهذا عليه 15 علامة، تمام. وبعديها في عندك لازم تتمتع بالمهارة هذه، لأنه احنا أخذنا إدارة الزبائن، فلازم يكون في عندك القدرة إنه أنت تقيم الزبائن. تقييم الزبائن راح ندي لك لستة من الزبائن، وأنت إنه تقدر إنه أنت تقيمهم من خلال معايير طبعا راح يتم شرحها في المحاضرات، وأنت راح تقيم على أساس هذه المعايير. طبعا في عندنا مشروع في آخر الفصل هو عبارة عن تقرير شامل للبروفايلات تبعتك، تمام، بالإضافة للمشاريع اللي تقدمت لها خلال الفصل، لأنه من يعني من ضمن المحددات أنه أنت تتقدم لمشاريع معينة، بالإضافة لو حصلت على وظائف تحصل على يعني بلس في هاي النقطة، بالإضافة للمحادثات اللي أنت يعني عملتها مع الكلاينت والعقود وكل هاي الشغلات يعني. فبالتالي في عنا معايير للتصحيح في المشروع هذا، عدد المشاريع، كيف تفاوضت مع الزبون، كيف عملت له بريك داون، كيف سعرته، كيف قدرت الوقت، إلى آخره من هاي الشغلات. وطبعا في عنا اختبار قصير متعلق في المونتايزيشن اللي هو الجزء الثاني من المشروع، تمام. فهذا بشكل أساسي عنا خطة المساق. بضل إذا في حدا عنده أي استفسار من هذه المواضيع، أو إنه يعني شاعر إنه في موضوع معين إحنا ممكن نضيفه، إحنا يعني جاهزين لاستماع مقترحاتكم في هذا الإطار. كل الأمور تمام؟ في حدا عنده أي ملاحظة؟ يعطيك العافية دكتور، الله يعافيك. معك محمد الكحلوت. محمد الكحلوت، واسمك وليد على محمد وليد. محمد وليد الكحلوت، اوكي طيب. دكتور لقيت في عندك السوشيال ميديا بشكل عام، يعني ممكن شخص يجيب منها جوب بشكل أكبر، فليش ما نضيف من ناحية السوشيال ميديا؟ يعني بروفايلاتك على السوشيال ميديا؟ صحيح، يعني انت أكيد يعني عندك لينكد إحنا ان وتويتر، عندك بتجيب منهم دخل ممكن اكتر من المواقع نفسها الفريلانسر. اللينكدين هي موجود وفعلا بيجي عليه وظائف كثيرة، وتويتر كذلك ممكن ان احنا نضيفه هنا في الموضوع، وممكن نضيف السوشيال ميديا الثانية الفيسبوك، لأنه الفيسبوك انت ممكن تجيب منه شغل محلي فقط، لكن اذا انت بدك شغل يعني من شركات فعلا متخصصة وإنه عن بعد، ممكن إنه يكون لينكدين وتويتر، فهي موجودة من ضمن الشغلات هذه، برضه حنركز عليها. وهذه النقطة كتير مهمة، لأنه إحنا عنا هنا في المساق في حطيت لكم منتدى للتعارف، وأنا أول واحد عرفت عن نفسي، فهنا منتدى التعارف للطلاب. أنت هنا بتعرف عن نفسك، أنت يعني ممكن تكتب اسمك هنا في التايتل او العنوان تبع الديسكشن، تمام. وهنا انا اول من يعرف نفسي، انا حكيت انا بايش متخصص، ايش الخبرة اللي موجودة عندي، تمام. طبعا هذا الكلام بالعربي وبالانجليزي، لانه هذه الشغلة كتير مهمة، لازم يكون في عندك القدرة انه انت تعرف عن نفسك بالعربية وبالانجليزية، لانه حسب الزبائن اللي موجودين عندك. وطبعا في انا عندي حاطط لك هنا روابط اللينكدين وتويتر ويوتيوب، مش حاطط الفيسبوك لانه فعليا مش كتير انه انا انترستد انه احصل شغل. انا بحكي عن نفسي شخصيا، يعني كل واحد حر، لو في حدا تاني والله مقتنع انه الفيسبوك ممكن انه هو يجي له منه شغل، ممكن يحط الروابط تبعته. في حاطط انا روابط تانية شغلات متعلقة في الريسيرش، ومن ضمنها الجيت هاب. فبالتالي هاي الشغلات احنا ان صح التعبير كمتخصصين في الاي تي بنستعرض عضلاتنا في منصات زي الجيت هاب، زي الستاك اوفر فلو. ممكن انت برضه تحط البروفايل تبعك تبع الستاك اوفر فلو، ممكن تعتبره كذلك من السوشيال ميديا، لانه انت بتستعرض مهاراتك في الاجابه عن اسئله، وفي هناك ناس بتعمل لك هاير في الموضوع. فبالتالي الموضوع اوبن. وبالمناسبة بما انه انت تطرقت لهذا الموضوع، انت عندك هنا
في المساق عندنا الترتيب تبعه انه في تراكينج لكل شغله بتفتحها وبتفتحهاش. يعني على سبيل المثال انت خطه المساق اذا انت فتحتها بيعلم عليك هنا انه انت already completed، انه انت اطلعت على خطه المساق، وانت متطلبات النجاح انت عندك في المساق انه انت تعدي على كل الشغلات العناصر اللي موجوده عندنا في المساق. يعني المحاضرات لازم تطلع عليها تفتحها، الواجبات لازم تفتحها وتسلمها عشان يعلم عليك انه انت already complete، تمام. ومن ضمن الشغلات اللي هي المنتدى النقاش، هذه مش حيتعلم عندك complete الا اذا انت عملت view للمنتدى ورحت عملت post. ما عملتش post مش راح يعني يتعلم عليك انه انت كومبليت، ومش راح يعني تدخل في العلامة، او راح انه يعني انه راح نحتسب انه انت عملت كومبليت لهاي الاكتيفيتي عندنا في الموديل. الشغلة هذه كتير مهمة انه احنا نتعرف على بعض، انه انا احكي لك انه انا شو الباك جراوند اللي موجودة عندي، شو اشتغلت قبل هيك، شو عملت. كل طالب يحاول انه هو يحكي عن نفسه في هذا الإطار، الطلاب كلهم بيتعرفوا على بعض، فبالتالي إنه بيصير في يعني كل واحد بتطلع على البروفايل تبع الأشخاص الآخرين، بشوف كيف إنه هو بيعرف عن نفسه. طبعا بيصير في هنا تبادل للخبرات. فهذه أول شغلة يفترض إنه أنت تعملها اليوم بعد ما نخلص المحاضرة، إنه أنت تجلس مع نفسك وتكتب تعريف عن نفسك وتحط لي روابط البروفايلات تبعتك ان وجدت، بس بدك تنسق لي اياها. شوف انا كيف منسق الموضوع. يعني انت في عندك هنا اديتور، حاول انه انت تستغله، تمام. يمكن انا عندي الخلل اللي في الموضوع انه هنا هذا الالاينمنت تبعه انه يفترض انه يكون على اليمين، فبالتالي انه انا ممكن اعمل له اديت هنا واعمل تحرير لهاي الشغله، لانه انا بحب اطلع عن شغله انه منسقه يعني فورماتد. اذا انت التعريف تبعك انه انت حطيت لي اياه انه كتكست، والتكست هذا مش كتير انه يعني ريدابل او مش منسق كتير، يعني هذه شغله سيئه انا ممكن اخذها، او انطباع سيء انا ممكن اخده عنك، تمام. فهاي بدي احط الالاينمنت تبعها على اليمين بالاضافه لاتجاه النص من اليمين لليسار، وهنا هذه يسار والالاينمنت تبعها او اتجاه النص تبعها من اليسار لليمين. فيفترض انه النص يصير فورماتد اوكي، وهو المطلوب، تمام. فبتنسقها، شايف كيف الروابط انا حطيت لك اياهم، يعني HTML، وانت بتقدر انه انت تشتغل على HTML زي ما بدك. فهاي الشغلة كتير مهمة انه انت تخلصها اليوم، تمام. هاي بخصوص ال اوكي انا معك. ممكن يعني رجعنا للموضوع انه احنا راح ندخل السوشيال ميديا في الموضوع. حدا تاني عنده اي استفسار او اي ملاحظة؟ دكتور، في ناس بتسأل في الشات، في عندهم اسئلة. لو تقرأ لي اياها من فضلك. بقول لك دكتور بعد إذنك، هل لازم أكون بعرف برمجة التطبيقات؟ لأنه أنا مسجل المادة مواد اختيارية. لا، مش بالضرورة، لأن المونيتيزيشن استراتيجي هذه ممكن لو احنا يعني على التطبيقات برضو بتنطبق على الويب سايت، لو انت ويب سايت ديفلوبر برضو كذلك يعني بتنطبق الحال، على انه لو انت شغال في الوسائط وان انت بتعمل يعني حتى لو انت بتشتغل في الوسائط، لانه في الوسائط هم بياخذوا ماده متعلقه ببرمجه الالعاب، وبرمجه الالعاب انا بعتقد انه بياخذوها باليونيتي، واليونيتي ممكن تتصددها على الاندرويد، فبالتالي الجيم هذه كيف ممكن انت تحطها في المتجر؟ كيف ممكن تربح منها؟ هل تحط المرحله الاولى مجانيه وبعديها يفك كل مرحله انه يدفع فلوس، ولا انه تحط مثلا انه كل المراحل مجانيه، واذا بده يحصل شغلات معينة أو مثلا أدوات معينة داخل اللعبة هل يخليها هي بفلوس؟ فهاي الشغلات كلها بينطبق على كل الأقسام وكل التخصصات، حتى لو أنت كنت ماخذها اختياري. فإذا في سؤال تاني في الشات. في شخص بيسأل، ما في امتحانات صح؟ لا، في عنا اختبار قصير زي ما احنا شفنا هنا، انه احنا في عنا اختبار
قصير كويز يعني بيغطي المواضيع النظرية في الفريلانسينج، وبيغطي المواضيع النظرية المتعلقة بالتربح من الإنترنت، لأنه هذه فيها شق نظري إنه إيش هي الاستراتيجيات، كيف ممكن تعمل مونيتيزيشن، إيش هي البرايسينج بلانز، وكل الشغلات هذه يعني. وهي توزيعة العلامة تبعته يعني موجودة، تمام. فبالتالي في اختبار واحد، لكن أنت بدك تركز على المشروع النهائي تبعك بهذا الشكل. في أسئلة تانية في الشات؟ اللي بيسأل على خطة المساق وتوزيع الدرجات موجودة أنت عندك على الخطة، شوفها بنفسك على منصة على الموديل، تمام. المحاضرات احنا حتكون عندنا المحاضرات حية، حنتفق على الموعد تبعها الآن، والمحاضرة هذه راح تكون مسجلة. لو انت مثلا عندك الانترنت رديء بتقدرش انه انت تحضر المحاضرة الحية، الصوت عندك بيقطع او شغلة زي هيك، فممكن انه انت تنتظر المحاضرة المسجلة لما تنزل، حتنزل يعني بعديها فورا مباشرة. فبالنسبة للعملي، احنا النظري والعملي كلنا في نفس المساق، فبالتالي انا واستاذ محمد التلباني بتقدر انه انت تعتبرونا انه احنا اثنين بندرس هذا المساق نظري وعملي مع بعض، فما في عملي منفصل في هذا المساق. بخصوص المواعيد، استاذ محمد التلباني لو تساعدني في تحديد موعد. في الشاب الصبح حكى يعني في بداية المحاضرة حكى إنه في الآن محاضرة شغالة لأستاذ أحمد الجزاز على ما أعتقد، فشو الموعد اللي ممكن إنه هم اللي إنه يناسبكم؟ يعني يعني أنا ممكن أحط لكم إنه إحنا بدنا مواعيد ثابتة، ممكن أحط سبت 4 أو أحد وثلاث، يعني إحنا بده يكون في عنا محاضرتين في الأسبوع، والمحاضرتين هدول بدها تكون يعني لمدة 40 دقيقة نوعا ما يعني. وفي الحقيقة أنا عندي شعبتين في النظري، فعشان هيك إنه أنا بدي يعني شعب الطلاب بدها تكون في موعد واحد، فعشان هيك بدنا نختار موعد. فإذا اخترت موعد راح يتعارض مع التانيين، وإذا اخترت الشعبة يعني إذا اخترت موعد شعبة راح يتعارض مع الشعبة التانية، وإذا اخترت شعبة تانية راح يتعارض مع الشعبة الأولى. فعشان هيك إيش الأنسب يعني، لو قلنا إنه لو قلنا إنه سبته 4 الساعة 1، إيش رأيكم؟ في حد عندكم مشاكل؟ يعني أسجل هذا الكلام 1 و4 الساعة 1. أستاذ محمد التلباني متوفر في هذا الوقت؟ أستاذ أمين؟ أنا موجود إن شاء الله، موجود إن شاء الله. الدكتور بالمحاضرة الوصلين من الجامعة مش أفضل تكون؟ أنا حكيت لك، أنا بوضح لك النقطة، بوضح لك النقطة. أنا بعمل لقاء للطلاب، تمام، ولقاء منفصل للطالبات. لقاء الطلاب عشانه شعبتين بدي أدمجه في لقاء واحد، فلو أنا اخترت موعد شعبة معينة راح يتعارض مع الشعبة الثانية، لو اخترت الشعبة موعد الشعبة الثانية راح يتعارض مع الشعبة الأولى. فعشان هيك أنا بدي موعد يناسب الشعبتين، يعني الموعد اللي نازل في الجدول مش حينفع إن أنا أخده، لأنه لا يعقل إنه الطلاب أعملهم لقاءين كل واحد شعبة لحال. خلاص يعني إنه هي الحضور عندنا 27، مع إنه المسجل إحنا عندنا أصلاً يعني إشي و70، مش فاكر قديش الرقم. فعشان هيك انتوا بتحبذوا انه 1 و3. طب لو قلنا 1 و3 من 10، ايش رايكم؟ يعني انا بتاخد دكتور، هو التعارض نص الساعة 10، يعني دكتور احمد الجزاز محاضرته الساعة 10، يعني لو خلاها الساعة 11 بكون مناسب. اوكي الساعة 11، بس الساعة 11 انا بدي تكون في عندي محاضرة ثانية، فعشان هيك انا بقول لك انه قصدي يعني واحد 12. ماشي اوكي 12، من 12 لواحد او مناسب، او 1 و3 من 10 ل 11 ممكن برضو. طيب لو حكينا انه
إيش أنسب، أحد والثلاثاء؟ من خلينا أحد والثلاثاء. أستاذ أمير، أحد والثلاثاء. ما عنديش مشكلة يعني. تمام. 10 للـ11. أوكي، في حدا يا شباب عنده اعتراض على أحد وثلاثاء من 10 للـ11؟ اللي عنده اعتراض يكتب في الشات يا شباب. اللي عنده اعتراض يكتب في الشات. طبعا كل الجلسات مسجلة، ما تقلق من هذا الموضوع. المحاضرة هتكون مسجلة أكيد. المحاضرة راح تكون حية، تمام، لقاء مباشر، واللقاء هذا مسجل، هيك نظام المحاضرات عندنا. هذه فيها تسجيل، نعم، يعني كل المحاضرات بما فيها هذه المحاضرة مسجلة. ما في حد عنده مشكلة، عندنا 28 في الحضور، من 9:30 في عندكم محاضرة حوسبة هواتف، 1 و3 من 9:30. طيب مين زي محمد أبو شعبان عنده حوسبة وهواتف؟ يعني أعتقد أنتم كلكم موبايل وعندكم محاضرة في نفس الوقت، مين في عنده اعتراض على هاي الشغلة؟ يعني ما في حدا حكى انه مش مناسب معاه الا محمد ابو شعبان. بالنسبة للمواد كويس تمام. محمد ابو شعبان لو تفتح المايك سمعني صوتك. شو محاضرة حوسبة هواتف؟ محمد أبو شعبان افتح المايك. عندك مشكلة في المايك. هو ما في حدا غيرك اللي في عنده اعتراض في إدارة مشاريع؟ احكي يا محمد ابو شعبان. طب في الثاني اللي حكى عنده إدارة مشاريع، انت ماخذها اختياري صح؟ انت من قسم الوسائط صح؟ إدارة مشاريع برضه نفس اختياري ان احنا كمان نحاول سبب. ففي كتير من المشاريع طب نخلينا سبت 4 من 12 للوحدة، يعني إذا ما حدا اعترض على هذا، هي عندنا 27 في الحضور، إذا ما حدا اعترض خلص بنعتمد سبت وأربعاء من الـ12 للوحدة. دكتور هل ممكن نعمل تصويت مثلا على المود المواعيدين ننزلهم وخلاص خلص ما نضيعش وقت؟ ممتاز، خلص. إذا أستاذ محمد، أستاذ أمير، إذا في من فضلك تعمل الفوت، إنه يختار الموعدين، الموعد الأول السبت من 12 لـ1، والموعد الثاني من 10 لـ11، وبنعتمد اللي الأغلبية. تمام. تمام. في أكثر من سؤال بيقول لك هل الحضور إلزامي في المحاضرات الحية؟ والله الحضور فيه عليه كريدت، تمام، ولكن إذا أنت وضع الإنترنت عندك رديء نوعا ما، يعني حضورك للمحاضرة أنت بتسمع صوت مقطع أو شغلة زي هيك، وبدك يعني إنه أنت تحضرها أونلاين، بقدر أنا أعمل تراك لإلك إذا أنت فعلا بتحضر المحاضرات ولا لأ من خلال التقنية هذه اللي أنا ذكرت لكم إياها، تمام. فبالتالي بدك يكون في عندك تواجدك على المودل في كل النشاطات والواجبات والشغلات هذه. هذه الواجبات كلها مش راح يتعلم إلا إذا أنت قرأت الديسكريبشن وسلمت الواجب في الموعد، تمام؟ وكذلك الكتب والمراجع، أنا بشو بقدر أشوف إنه أنت إذا فتحتها أو لا، تمام؟ أو إذا أنت اطلعت عليها أو لا، والمحاضرات اللي أنا بنزلها، يعني هنا هاي المحاضرات المسجلة. فبالتالي بقدرش أقول إنه هو إلزامي، ولكن اللي بيحضر في المحاضرة الحية وبياخد وبيعطي معي هذا في له كريدت أكيد طبعا، لا شك.
في شخص تاني بيقول لك بالنسبة لتوزيع الدرجات العملي والنظري 4 ساعات. هي ال استنى أشوف رمز المساق. رمز المساق 4-3. أنا في يعني هذه شو اسمه، أنا في عندي 3 ساعات، أنت عندك ساعة صح؟ صحيح. تماما تمام. أوكي، هذه خلينا نتناقش فيها، خلينا احنا بنتناقش فيها في مدرسي المساق، وبنشوف المحاضرة الجاية ايش ممكن انه تكون. انا بتصور انه هي حتضلها نفس الشيء مثل هيك يعني، بس مش عارف، خليني اشوف كيف وبرجع لك في هذا الموضوع. ممكن تشرح أكثر عن المنتدى الطلابي وشو نرفع بالضبط؟ في دكتور، بالنسبة للعملي في نوعية محددة من الأجهزة نحتاج احنا ولا كيف؟ لا لا، جهاز لابتوبك العادي تمام. طيب المنتدى الطلاب هذا انت بتعرف فيه عن نفسك، انه انا والله انا الطالب فلان الفلاني، انا مستوى ثالث مستوى رابع تمام، ومتخصص مثلا في اليو اكس يو اي، انا متخصص مثلا في الاندرويد ديفلوبمنت اكثر حاجة يعني تمام، او انه انت مثلا فعلا انه انت اوريدي بتشتغل على العمل يعني على منصات العمل الحر، بتقول لي انه انا بشتغل كفريلانسر وفي عندي حساب على الفريلانسر دوت كوم او على الاب وورك، وهي البروفايل تبعي ونوعية الزبائن تبعوني من كذا، فهي زي هيك يعني، انت مجرد انه انت يعني بتعرف فيه عن نفسك تمام. فمجرد انه انت بتعمل هنا نيو بوست، انا ارجع لك هنا، اي منتدى التعارف للطلاب، في عندك هنا add a new discussion post تمام. في الديسكشن بوست هذا بتروح بالتايتل بتحط اسمك تمام، وهنا في النص بتروح بتحط تعريف لإلك، طبعا هيعمل لك لود هالجيت لل HTML editor تمام، وبتكتب التعريف عن نفسك تمام. كل واحد حر في كتابة التعريف عن نفسه يعني، انا شوف التعريف اللي انا حطيته، ايوه زي هيك، استاذ امير التلباني برضه حيحط التعريف عن نفسه بنفس الكيفيه تمام. فبهيك بتشوف انت كيف ممكن انه انت يعني تكتب بايو عن نفسك، او يعني بايوغرافي عن نفسك، او يعني سيره، او يعني نبذه مختصره عن نفسك يعني. هذه اول شغله يفترض انه انت تعملها. طبعا الهدف من هاي الشغله انه انت تمرنك على هاي الشغله، انه انت كيف تكتب البايو. الشغله الثانيه انه احنا كلنا نتعرف عن بعض تمام، وخاصة انه احنا يعني يعني طريقة التدريس تبعتنا انه من خلال منصة المودل او منصة التعليم الالكتروني، فبالتالي هذه طريقة كتير ستاندرد ويعني معتمدة، انه انت لما تيجي تاخذ كورسات اونلاين كل واحد بيجي بيعرف عن نفسه، وانه بيحكي انه هو ليش حابب ياخذ هذا الكورس، والله حابب اخذ هذا الكورس لانه كورس اجباري وانا مضطر انه انا اخلصه، واحد تاني انه هو ماخده بشكل اختياري عشان بده يطور مهارته في العمل الحر، واحد تالت انه بسبب انه ما عندوش خيار تاني للاختياري. طبعا يفترض انت ما تكتب ولا شيء من هذا الكلام يعني، انا بحكي لك اياهم على سبيل المزاح يعني، بس هذا هو منتدى الطلاب، ايش المطلوب منك يعني. أنا لو ما بشتغل على منصات العمل الحر شو بصير في حالتي؟ أعمل جديد وأبدأ عمل؟ إحنا نبدأ مع بعض يعني دكتور، هيشتغل أنت لو ما عندك يعني حسابات على منصات العمل الحر يعني، يعني ممكن إنه أنت يعني تبدأ على الأقل إنه أنت يعني تعمل، يعني أنت بتقدر تعمل إيديت للتعريف عن نفسك باستمرار يعني، كل ما انت تعمل بروفايل معين، ممكن انت تبدا باللينكدين حاليا، ممكن تبدا بكذا، او حتى لو عملت لي تعريف بدون اي روابط ما مش مشكله يعني، بس انه يفترض يكون في عندك على الاقل يعني، ما بتصور انه ولا حدا فيكم ما عنده روابط يعني، لو ولا على السوشيال ميديا ولو حتى على التويتر نعمل فيها شير لشغلات إلها علاقة بالتخصص أو الشغلة اللي هو بحبها يعني،
هو بكتير بتلاقيه مهتم في الاندرويد ديفلوبمنت، الا بتلاقيه انه هو دائما شير على سبيل المثال للشغلات المتعلقه بالاندرويد هناك او لارافيل او اي شيء من هاي الشغلات. اوكي بضل إذا في حدا عندكم أي سؤال وعشان ننهي المحاضرة. تمام، بالنسبة للمحاضرة الجاية يعني أستاذ أمير يعني حينزل الفوت حالا على المودل، ويا ريت تصوتوا فورا عشان نقدر نعرف إنه إحنا حنبدأ من يعني يوم الثلاثاء القادم تمام أو الأربعاء القادم يعني حسب المواعيد اللي إحنا بدنا نعملها. وهيك يعني بتصور انه انا يعني انت صار عندك فكره عن كل الشغلات المتعلقه بمفردات المساق، و اذا بضل في حدا عنده اذا ما في حدا عنده سؤال خلينا ننهي المحاضره. في واحد سال اخر سؤال بيقول انه في امتحان نهائي في الجامعه. الامتحان اللي انا ذكرت لك اياه هذا هنا تمام، اذا يعني اذا كان يعني انه راح يكون في الجامعه ان شاء الله. نعم احنا شرحنا هذا في يعني سواء بغض النظر عن طبيعته انه سواء كان الكتروني او على الورق هذا الاختبار راح يكون في الجامعه ان شاء الله. ان شاء الله. والله احنا مش حنطالبك انه انت تجيب فلوس، في واحد بيسأل انه اذا احنا يعني انت مطلوب منك انه انت تدرس وتجيب فلوس في نفس الوقت، احنا مش حنحاسبك بالفلوس يعني بالدرجة الاولى، احنا حنحاسبك على كيفية كتابة مقترحات مشاريع التخرج، حنحاسبك على البروفايلات اللي انت بتمنيها تمام؟ مش هنيجي نقول للطالب انه انت في النهاية والله اذا انت حصلت فلوس بتنجح واذا ما حصلت فلوس بترسب، لا اكيد بطبيعة الحال. فهذا بيدي لك دفعة، لكن اللي يعني حنعمل شيت آخر الكورس وممكن نحن نبدأ نحسب الإيرنينجز طبعا ببروف انت تقول والله خلال الفصل الدراسي هذا انه انا والله في مشروع مشروعين قدمت عليهم وهي تاريخ الكونتراكت تبعه وحصلت عليه مبلغ هالقد وهالقد. طبعا احنا اذا جمعنا هذه الشغلات ممكن تاخد عليها بلس، بالعكس احنا بنشجع الشغلات هذه، ولكن هي مش متطلب انه انت تجيب فلوس عشان تجتاز هذا المساق، لو عملته حتاخد عليه كريدت كتير ممتاز. اوكي انا بتصور انه ما في بقى اي سؤال. تعديلات التعيينات الموجودة على الموديل، هي التعيينات اللي أنا شرحتها في يعني هذه هي التعيينات اللي أنا شرحتها في البداية. لو أنت جاي متأخر تمام احضر الفيديو، وهي التعيينات هذه محطوطة بتوري كل واحد بالتاريخ تبعه تمام. يعطيك العافية يا دكتور. الله يعافيك. التعيينات هذه مشروحة، عفوا ما حدا يقاطعني. بدك تسأل بتستناني لما أنتهي الكلام، بدنا نتعود على النظام هذا تمام. ففي حدا بيسأل عن التعيينات، التعيينات هذه كلها ومحطوطة بالتواريخ تبعتها موزعة على طول الفصل، فأنت بتقدر تروح من هنا من الكالندر تمام وتقدر تشوف التواريخ هذول كلها، يعني هاي بتحط أنت الكالندر لهذا المساق ولا للمساقات كلها تمام. يعني هذا لسبتمبر، في عندك هنا واجب في سبتمبر، روح على أكتوبر، في عندك هاي واجب وهي الثاني، واحد في سبعة وواحد في عشرين، روحني على نوفمبر، في عندك واحد اثنين ثلاثة. دكتور الشاشة مش مبينة. أوكي. انت طفيت الشاشة. نعم يعني. شباب انت عندك هنا من الكالندر بتروح تفتح الكالندر، طبعا انت عندك الخيار هنا الكالندر في المود عندك، ممكن تحط الكالندر لمساق معين
هو المساق تبعنا هذا، او بتحط انه كل المساقات. انت خليني على المساق تبعنا، في عندك في سبتمبر في عندك واجب يوم 30 سبتمبر، تمام؟ روح لي على اكتوبر، في عندك واجب في 7 وواجب في 20، هاي التواريخ تبعتهم محدده، وكل واحد حكينا شرحنا في بدايه المحاضره انه ايش مطلوب منك في هذا الواجب. في نوفمبر في عندك 3 واجبات، في 1 وفي 15 وفي 20. في ديسمبر في عندك 1 في 15 ديسمبر اللي هو المشروع النهائي اللي يفترض انه انت تسلمه، فبالتالي هيك انت بتعرف تواريخ الواجبات، تواريخ استحقاقها، بالاضافه ل انه شو المطلوب انت عندك في هذا الواجبات. طبعا بطبيعه الحال انه يعني لما يجي وقتها حينشرح عليه، بالاضافه انه حينضاف ديسكريبشن للواجب نفسه انه ايش المطلوب منك انه انت تعمله، تمام؟ اللي كان يحكي وفتح المايك، افتح المايك الان واسالني شو بتحب تسال. يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك. المادة بس التعيينات فيش امتحان اللي هو من 60 اللي قررته الجامعة؟ في التكليفات النهائية، هي مقسمة تكليفات نصفية وتكليفات نهائية، فهذه احنا هنقسمها زي هيك، تمام؟ فهيكون انت عندك مجموع، يعني في المشروع النهائي يعتبر من التكليفات النهائية، تمام؟ بالإضافة للواجب هذا، أو حنأخذ منه واجب أو اثنين، فبالتالي إنه بيصير إنه مجموعه يعني إنه كاسر. يعني المشروع النهائي يا دكتور هو بمثابة الامتحان اللي بستين علامة أو من جزء منه؟ صحيح، إحنا حنأخذ هذا التكليف بالإضافة للاختبار، تمام؟ ممكن إنه إحنا نعيد الويت تبعه، إنه مثلا هذا التصغير نأخذ منه نخليه 5 ونحط على هذا 10 كمان، أنا بعتقد إنه هيك لازم إنه إحنا نسوي، بحيث نخلي إنه مجموع 3 شغلات تقريبا 60، وهي راح بيكون تسليمها في آخر الفصل أو في النصف الثاني من الفصل، وهي تعتبر التكليفات النهائية وعليها 60، هيك النظام عندنا. ربنا يجزيك الخير إن شاء الله، مشكور جدا. تمام. خلاص احنا بدنا ننهي المحاضرة، وشكرا لكم جميعا، وشكرا لك أستاذ أمير التلباني، وبنتظر منك انه انت تحط يعني من فضلك انه انت تحطها على المودل وتخليها بس ظاهرة لشعب الطلاب عشان يحددوا موعد، من فضلك. تمام، يعطيك العافية دكتور. الله يحفظك. بس خليني أسأل آخر سؤال، الموعد هو السبت والأربعاء الساعة 12 والأحد والثلاثاء الساعة 10؟ نعم طبعا، مدة المحاضرة ساعة، احنا هناخد أقل من ساعة، يعني ساعة إلا شوية يعني. تمام إن شاء الله. إن شاء الله، ماشي، يعطيكم العافية جميعا. العافية.